السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سعد. اليوم سوف نتعلم سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 37 مفاهيم جديدة ورموز جديدة. سوف نقوم في تطبيقها على ملف SH أو ملف الشيل الذي قمنا بإنشاء في الحلقات السابقة. وهذه الرموز التي قمنا بإنشاء في الحلقات السابقة منها الحلقة 38 و36. أولا قبل أن نبدأ في كل شيء نحب أن نبدأ في مقدمة كعادتنا. أحب أبدأ في مقدمة: اسأل وتعلم ولا تخجل مهما كان السؤال بسيط. وثانيا أيضا اعلم يد المساعدة التي تمتد لا تدوم، أي ليس جميع الأشخاص مستعدين للمساعدة أو تقديم المساعدة على الأمد الطويل. الآن سوف نبدأ في الأمر وهو الفور. فور يقوم في تكرار الأمر ولكن يقوم في جدولة أو يقوم بعرض الناتج بشكل قائم. أولا هنا فار أو فاربل هو المتغير، وتستطيع هنا من تسمية أي شيء، أي مثلا اسمك أحمد أو محمد أو محمود أو سلمد أو أي شيء ترغب. ثم إن أي في، ثم 1 2 3 4 5. والآن دو يقوم في تطبيق الدالة، والآن إيكو، وثم الفار، وثم دون أي انتهت الدالة. وهنا كما تشاهدون كل هذا الأمر تحت الدالة من الإيكو وغيره. الآن أفضل الملف، والآن نقوم في تطبيق كثير. كما تشاهدون أنصحكم في تطبيق الشيء أكثر من مرة لكي تضمنوا نجاحه أو سلامته وتزداد الممارسة لديكم. الآن نقوم في تطبيق الأمر. كما تشاهدون قام في عرض 1 إلى 5 بشكل قائمة أو شكل قائمة أو مرتب. الآن نقوم في عمل غير شيء آخر. مثلا نرغب من تسلسل المحتويات أو من عرض المحتويات المتواجدة في الهوم. مثلا كما تشاهدون الآن نحن متواجدون في الديسكتوب. الآن هنا نقوم في عمل البار ليقوم في طباعة سلاش هوم، وثم أيضا إيكو من عمل LS. الآن لنقوم بحطه ونشاهد الناتج. وأنصحكم بتطبيق جميع هذه الأخطاء، سوف نخطأ كثيرا إن شاء الله، ونحن نحتمل أو نعتقد بأنكم تقوموا في التطبيق معنا ولهذا نخطأ. كما تشاهدون هنا أيضا خطأ، وأيضا قمنا بتبديله في single quote single quote، وثم قمنا بحطه. الآن كما تشاهدون أيضا خطأ. الآن سوف نقوم في تطبيقه بشكل صحيح. هنا نقوم بإضافة الباك كوتس مع سينجل كوتس ونشاهد الناتج. الآن أيضا كما تشاهدون يقوم في طباعة الباك كوت والإلس. وهنا الفرق بين السينجل كوت والدبل كوت. السينجل كوت يقوم في طباعة النص كما هو وإن كان أمر يحتوي عن باك كوت. هنا نقوم بإضافة الدبل كوت أو الاقتباس المزدوج. نقوم في تكرار الأمر كما تشاهدون قام في عرضه، ولكن هنا ينقصنا شيء هو الترتيب أو الترقيم المحتوي. لترقيم المحتويات نقوم بإضافة الباي كما تعلمنا في الدروس السابقة، وثم NL. والآن سيف حفظ، ثم نقوم في تطبيقه. الآن كما تشاهدون قام في تطبيقه، نعم، وأيضا قام في طباعة سلاش هوم كما أخبرنا إيكو لوبار. ومع السلامة، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. وللملاحظة أخيرة، جميع الفيديوهات مجدولة ترفع الساعة 9:30 بتوقيت بغداد مساء. ومع السلامة.